انا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صافي اثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا اسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا اهل الضغينة والمفر مع الدول انا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صافي اثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا اسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا اهل الضغينة والمفر مع الدول وقفة المختار هيبة جسدها كليبة لهل بيتا للنبوة كل عزيمة وكبرياء وقفة المختار هيبة جسدها كليبة لهل بيتا للنبوة كل عزيمة وكبرياء موقع ألعاب داي ميديا على اليوتيوب كربلا وتنجبه بالفواكم بالشموخ وبالوفا من أخذ ثار الحسين وأهل بيته بكربلا وتنجبه بالفواكم بالشموخ وبالوفا صبح حبا للولاية صالوا بزود الكفاية ناقلتها كم رواية دار ضد الظالمين وحكي العمر وسنينا من نجل حب النبينا وثبت بحبه ويقينا لابن أمير المؤمنين علي 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 أنا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا أسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا أهل الضغينة والمفر مع الدول أنا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا أسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا أهل الضغينة والمفر مع الدول زودة من زود أبو فاضل واخذ من عند الدروس لون من يبرز يقاتل والرعب يملي النفوس أخذ ثارات أبو اليمة وانحنت قدام روس عنا سيف الدم رقبهم وعلى هامتهم يدوس سودة من زود أبو فاضل واخذ من عند الدروس لون من يبرز يقاتل والرعب يملي النفوس واخذ ثارات أبو اليمة وانحنت قدام روس عنا سيف الدم رقبهم وعلى هامتهم يدوس صار صولة حيدرية ضد يزيد وآل أمية الحسة تذكرها البرية صار من خالدين خانة والعترة فيناهم فنذي السيف من جاهم بيدك أسد لسقاهم عبرة صاروا للسنين علي 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 أنا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا أسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا أهل الضغينة والمفر مع الدول أنا بخيالي البناية نسيت شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لزارات الحسين كذا أسد هد من علينا لا يقسف بيمينا يصيح يا أهل الضغينة والمفر مع الدول كان تلميذ الرسالة وعين عدل ما تنام ثورته ثورة بسالة تبقى وبمعنى الكلام ثورة الحق والعدالة ضد طواغيت الظلام سلبة وحسين وعياله وحرقه وحتى الخيام كان تلميذ الرسالة وعين عدل ما تنام ثورته ثورة بسالة تبقى وبمعنى الكلام ثورة الحق والعدالة ضد طواغيت الظلام سلبة وحسين وعياله وحرقه وحتى الخيام فلهم الذلة الأكيدة من نزل فدار بيده أخذ ثار نص وميدة من جيوش الكافرين وصالوا بزودة يتباها ودوا ضد جنبلاها بقاع من دمهم رواها بزودة ذل الحاقدين علي 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 علي